حديث أكثر حول هذا الموضوع هذه من بيروت عبر أقمار الصناعية السيدة جيسي تراد الكاتبة والباحثة الاقتصادية. أهلا بك سيدة جيسي معنا في دائرة الشرق. أرقام مرعبة وأوقات أو مواعيد مرعبة، يعني الدعم يمكن أن يكفي شهرين أو ثلاثة على أقصى حد، من 30 مليار دولار احتياط من الأجنبي، الآن في البنوك 16 مليار، وهناك طلب من المصرف المركزي بأن توفر هذه البنوك المزيد من النقد الأجنبي، مما يقال بأنه هو الذي يؤدي اليوم إلى ارتفاع سعره وهبوط الليرة بالمقابل. أنت كيف تفسرين ما يجري قبل أن نتحدث عن الحلول؟ نعم، مساء الخير سيدة زينة. طبعا السبب الأول للسقوط الحر لليرة اللبنانية هو المراوحة السياسية، التمعن في كل طرف سياسي وكل حزب سياسي يتمعن في مطلبه على حساب الشعب اللبناني. نحن نشهد عدم تشكيل لحكومة على أسباب من يدير أي وزارة فيما الشعب يعاني الجوع. إذا أولا هي المراوحة السياسية وتعطيل تشكيل حكومة. ثانيا والأهم هو اتخاذ الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في أذار من العام الماضي القرار الغير مفهوم والفوضوي بتوقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها، ما أخرج لبنان من أسواق المال العالمية ولم يستطع بالإمكان الوصول إلى أي تمويل بالدولار خارج عن احتياطيات مصرف لبنان. هذا أيضا خلق أزمة كبيرة، وشح الدولارات واستنزاف الدولارات مستمر منذ أذار العام 2020 وحتى اليوم، وكلما طالت المدة دون حلول ودون إصلاحات طبعا سيرتفع. سيدة تراد، فقط بين معترضتين، هل كان يمكن للدولة لو سمحتي لي هل كان يمكن للدولة أن تسدد مستحقاتها في هذا الوقت الذي قال دياب بأنها لن تسدد؟ كانت قادرة؟ يعني هو قرار سياسي كان غير اقتصادي؟ طبعا اليوم يعني بأدار عام 2020 حاكم المصرف المركزي كان قد تقدم بخطة لاستبدال الديون الداخلية بديون دولارية لأجال أطول بفوائد أقل، وكان قد اتفق على تسديد المتوجبات للمؤسسات المالية الخارجية. الأموال كانت موجودة، يعني حتى لا تصرف الحكومة مليار دولار لتسديد ديون مستحقة عليها وما زالت مستحقة حتى هذه اللحظات، لجأت إلى التخلف عن السداد وصرفت منذ أذار العام 2020 وحتى اليوم 7 مليار دولار لدعم المواد الأساسية اللبنانية. تدهور سعر الصرف ب 90% والآتي قد يكون أسوأ بظل المراوحة السياسية. هلا تكلمت عن البنوك شرائهم الدولارات لتلبية متطلبات التعميم رقم 154 الذي طلب من المصارف تحديدا رفع أو تكوين 3% من العملات الأجنبية في حسابات حرة في الخارج. الحقيقة أن جمعية المصارف رفضت هذه الاتهامات مرارا وتكرارا وقالت أنها هي تحتاج إلى حدود 3.4 مليار دولار تحديدا، فيما السوق اليومية اللبنانية للدولار في لبنان السوق السوداء طبعا تتحرك بين 6 مليون دولار و15 مليون دولار يوميا في أفضل الأحوال. فكيف ستستطيع أن تكون مليارات الدولارات من سوق بحدود يعني 10 مليون؟ ليست هي التي تقف وراء لجأت إليه المصارف. نعم. ربما تكون قد زادت من الضغوط على الدولار، لأن المصارف لجأت اللبنانية، لنكون واقعيين وصريحين، المصارف اللبنانية لجأت إلى آلية تعرض على اللبنانيين وليس تشتري من السوق بشكل مباشر، تعرض على اللبنانيين أن يعطوها أو يودعوا لديها الدولارات الطازجة أو الفريش، يعني الدولار بصفته الورقية، وتقوم البنوك بمضاعفة هذا الرقم إلى 3 أضعاف، يعني إذا جبنا لها 10,000 دولار بتحط لي بحسابي 30,000 دولار ورقي. ربما قد يكون بعض الأشخاص لجأوا إلى الشراء من السوق السوداء للاستفادة من ما قامت به البنوك، ولكنها ليست المسبب المباشر والرئيسي للتدهور السريع الذي نراه، خصوصا أنه ما عاد في ثقة بالإيداع بالبنوك يعني. التطبيقات
يعني بالفعل يعني الإيداعات لن تكون كبيرة، يعني لا ننظر إلى أرقام هائلة لناس طبعاً. يعني أتت بالأوراق النقدية اللي هي اليوم أداة تحوط تجاه المخاطر لتودعها بالبنوك، ولكن قد تكون قد خلقت نوع من أنواع الضغوط الإضافية على سعر الصرف بالسوق. طيب قبل ما نختم خلينا نفكر أو نحاول نطرح بعض الحلول التي ما زالت موجودة غير تشكيل الحكومة. نعم، يجب أولاً العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. إذا اليوم بدأت الحكومة بالتحرك إن كان بطرح رفع الدعم التدريجي الذي سيؤدي إلى كارثة اجتماعية كبيرة في لبنان، نحن اليوم 55% من الشعب اللبناني فقير، يعني عم نحكي عن 3 مليون لبناني من 5.5 مليون لبناني أصبحوا فقراء، 1,300,000 لبناني أصبحوا يعيشوا بفقر مدقع. نتكلم عن اللبنانيين وليس عن المواطنين، يعني كل المواطنين المقيمين في لبنان. رفع الدعم، اليوم الحكومة تتكلم عن رفع الدعم، رفع الدعم سيكون كارثي. إذا تتحرك هذه الحكومة النائمة على مدى أشهر يجب إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل وآني، لأنه لا خروج من الأزمة الحالية إلا بضخ دولارات في النظام المالي اللبناني، ولن تأتي هذه الدولارات بظل عزلة لبنان العربية والدولية إلا من مؤسسة كمؤسسة كصندوق النقد الدولي أو مساهمات من البنك الدولي خارج إطار دعم الأسر الفقيرة. أشكرك يا سيدة جيسي تراد الكاتبة والباحثة الاقتصادية، حدثتنا من بيروت. شكرا لك على هذه الشروحات وهذه الأفكار الواضحة. شكرا.